قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. النقطة الثانية، هو خلاص النفس. اتكلمت قبل كده في سلسلة اسمها خلاص نفوسكم. بطرس الأولى 1، ركز في كلمة الله بتقول ازاي. تصلوا، على 9، تصلوا إلى أعلى مراحل إيمانكم عن طريق خلاص نفوسكم. المفروض تيجي نفوسكم مش خلاص الآخرين. كلمة خلاص النفس هنا معناها إن النفس، روح الإنسانية خلصت أول ما شخص قبل يسوع، اتولد من الله. النفس البشرية هي أفكاره، طريقة تفكيره، أيديولوجية بتاعته، طريقة تعامله مع المواقف، رؤيته للمشهد، رؤيته للأحداث، معتقداته، قيمه، مبادئه، وهكذا. ارجع ادرس خلاص نفوسكم لو عندكش خلفية بالتعليم ده. فبتصل لأعلى مراحل إيمانك أول ما النفس بتاعتك بتخلص. هل دواء ريتشابل؟ هل ممكن الوصول ليه؟ نعم، الأمر مش مستبعد. إذا كان الكتاب بيقول دواء والروح القدس هو العامل فينا أن نريد أن نعمل من أجل مسرة، لكن بقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه الأنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم أنتم. أنبياء العهد القديم كانوا نفسهم يشوفوا اللحظة اللي إحنا فيها. معنى كده الإيمان ليه دعوة بخلاص النفس. خلاص النفس باختصار هو تظبيط المبادئ والقيم بتاعتك والوصول إلى الصورة الإلهية، إلى تلك الصورة عينها. وده مشوار كل شوية لازم تقعد تفحص نفسك فيه وتشتغل عليه. النفس البشرية لم تخلص بعد، الروح الإنسانية هي اللي خلصت. النفس البشرية، ده مش معناه ان شخص يروح الجحيم لو نفسه ما خلصتش، لكن النفس البشرية هي عبارة عن طريقة التفكير. لو انت جاي من العالم هتلاقي نفسك طريقة تفكيرك زي العالم. انت محتاج تشوف زي ما الكتاب بيشوف، وإلا يسوع مش رب على حياتك. الحياة المسيحية وكيف تحيا شرحت انه إن كان رب يسوع رب على حياتك فعلا، أنت أعلنت رب على حياتك ولا زال لديك مبادئك وقيمك ومعتقداتك ورؤيتك للمشاهد الأرضية. لا لا لا، بس بص الكلام ده مش عملي. الكتاب بيقول لا بس بص مش للدرجة دي، وهكذا. اللغة دي وطريقة التفكير دي أو عدم الالتفات للكتاب، لم يعد يسوع رب على حياتك في مناطق في حياتك ترجع تقول يا رب أنا عايز معجزة، وهو مش رب على الحتة دي. رب على طريقة تفكيرك، رب على طريقة تفكيرك، مبادئك وقيمك. الروح القدس بيشتغل عليها علشان خليها زي طريقه الرب بالظبط. اول ما تظبط القناه وترى كما يرى الرب وتفهم كما يفهم الرب وتصير طريقه تفكيره هي طريقه تفكيرك، انت كده النفس بتاعتك بدات تبقى بتخلص، اي معناها بتتخلص من شيء بشري وتصير الهيه، بتفكر حسب الكلام. هنا ايمانك بيصل الى اقصى مراحل الايمان، وده بيرد على أسئلة كتير ليه مش بلاقي نتائج سريعة، لأن يوجد حاجات لسه أنت بتتزبط فيها. عشان كده أصبر على نفسك. نقطة رقم 3، الفرح. أنا قصد أفصلها، هي تبع خلاص النفس، في حاجات كتيرة جوه خلاص النفس بس عايز أفصلها لوحدها، لأن في ناس بتضرب جوه موضوع الفرح. أي فكرة بتعدى عليك وتسمح بيها أنها تحزنك أو تؤثر على فرحك، أنت بيضرب عندك القوة بتاعتك. الكتاب يتكلم في نحمية 8 إن فرح الرب هو قوتكم، حتى لو أمور مبررة، حتى لو أمور مقبولة. أنا الشخص بيحزن على حاجات مبررة، فالكتاب يقول لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. ارجع ادرس لو ما عندكش التعليم ده أو مش عارف بيه عن الفرح والحزن بحسب مشيئة الله.
الفرح يختلف عن انك انت بتفرح بسبب ظروف او احداث او امور حاصله، لانك اول ما ترتبط بالارض باي حاجه هتلاقي ما يحبطك في الارض من اي حاجه، لكن هو منبعه ومصدره انك شايف مشاهد الهيه عن حياتك، فالدنيا تطلع تنزل انت ثابت، انت ماسك في اصل الامر. اي فكره بتعدي عليك لازم تفحصها وتشوفها. ده بيولد لدى الشخص مسؤوليه عن طريقه تفكيره، لان دي امر لم يعلم عنه ودلوقتي بيعلم عنه. فاوساط للاسف عن قوه التفكير الايجابي وعن الحاجات اللي فيها توحي للشخص ان هنا الحل. في ناس ممكن تلاقي نتائج مؤقته لكن بيدخلها ارواح شريره في حياتها لو هما مش ماشيين حسب الكلام. كلمة الرب لا تتكلم عن أن تتكلم كلمات إيجابية أو أفكار إيجابية. كلمة الرب بتقول اتكلم الكلمة مش إيجابية. الكلمة المصدر هو الذات الإلهية، الكلمة وليس التفكير الإيجابي وليس الكلمات الإيجابية. مش كده بعض الناس يقول لك أنا بقول كلمات إيجابية على حياتي. لا، كلمة الله على حياتك أن تفكر فيها وليس كلمات أو أفكار إيجابية. بلا شك كلمة الله هي تحتوي على إيجابيات، لكنها أي حاجة غير مستندة على الكلمة ستسقط حتما أو لها حدود، هتظهر حدودها مع الوقت. النقطة اللي بعد كده قبل ما نسيب نقطة الفرح، شوف الحاجات اللي هي بتسبب لك الفرح والحزن الارضي. كما بولس بيقول في كلوسوا 7 ازاي ان الشخص يكون في حته لا يفرح ولا يحزن في الامور الارضيه لكنه مرتبط بامور الهيه فقط. اي شيء انت بيسبب لك فرح او حزن، وجود الناس حواليك، الخروجات، الفسح، وجود اشخاص بعينهم في حياتك، عدم وجود فالشخص ده شعرت بالفراغ بعد ما سابك، تتالم لما تيجي تودع الناس، تفرح لما يجوا الناس من السفر، الحته دي كلها الرخص عايز يشتغل عليها الى ان تصير مرتبط بالرب وليس مرتبط بالامور الارضيه. لن يحل شريك الحياه محل الروح القدس حتى لو موجود او مش موجود، مقدر منه او غير مقدر منه، الروح القدس هو الاساسي. مش بتتجوز عشان انت شاعر بوحده، انت بترتبط علشان تعطي الروعه اللي انت فيها للشخص الاخر. ده شرحته قبل كده في تعليم الارتباط. ندخل على النقطة اللي بعد كده. أعداء الإيمان هم أشخاص ممكن يكونوا حواليك وإنت عطيهم مقدار في كلامهم، ممكن يأثروا النفس بتاعك ويأثروا على الحيل الإيماني بتاعك. مرقس 5 وعد 39، رب يسوع دخل وقال لهم لماذا تضجون وعاملين دوشة وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. زي ما قلت قبل كده رب يسوع كان شايف مشهد واحد طول الوقت، لدرجة بيتكلم ده مش بيحاول يعمل معجزة، هو شايف كده، هو ده الثبات اللي بيتكلم عليه. ما تقوليش ده رب يسوع بس، بطرس تعامل مع إقامة الموتى بنفس الصورة. فضحكوا عليه، أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها ولدين معه ودخل حيث كانت الصبية مضجعة. معنى كده الموضوع أخرج الناس اللي هم واخدين الخط بتاع الحزن. لازم يبقى حواليك جو السليم، تسمع الكلام الصح والمشورة الصح عشان المعجزة دي تحصل، ليس عشان انت محتاج مساعدة. لا، لان اي جو ما فيهوش ايمان مشتت بتقعد تستجمع قوتك. ماذا لو ما فيش حل غير كده؟ الصلاة بألسنة تخليك تنعزل عن الناس اللي حواليك. قد يكون انت في اسرة مش نافع تطلع براها، مش نافع تخرج براها طبعا، لكن ذهنك تقدر تظبطه حسب الكلمة. في ناس بتأثر الحيل بتاع الايمان. النقطة اللي بعد كده تبع نفس النقطة دي بس عايز أفصلها لوحدها. خبراتك السابقة كل ما أنت عطيها مقدار، أنا حصل معايا، أنا ما لقيتش نتائج في مرة،
انا اتصدمت في الرب، الحاجه دي تعبتني، الحاجه دي حطيت ايماني فيها ما حصلش حاجه. اللغه دي وطريقه التفكير دي بتخلي الشخص يوصل لمرحله فيها انه حتى لما ربي يعدي عليه الحل هو ما يقدرش يقبله، او ربي بياخد مجهود علشان يقتنع. افتح معايا خروج 6. موسى الرب قال له انا هطلع الشعب في عدد 9، فكلم موسى هكذا بني اسرائيل ولكن لم يسمعوا او لم يقدروا ان يستوعبوا ما قاله موسى بسبب صغر النفس. يا تنفع تتقال inferiority complex او صغر النفس، شخص يشعر ان هو قليل وضئيل ووحش، او قصر النفس، الاثنين في العبري صح. فالشخص عنده قصر نفس ليه؟ في عبودية عدوا عليها، العبودية القاسية دي خلتهم طول الوقت محجم، فابتدي يقول ايه انا يحصل معايا الموضوع ده لما انا صبح ظهر ليل عبد سنين، بابايا كان كده، جدي كان كده، فطول الوقت عمال يشوف المشهد ده، فعنده وصل الى مرحله صغر نفس او نفس قصير وعبوديه قاسيه. ايه الحل؟ ان الشخص يبتدي يشوف المشهد الثاني ويستوعب المشهد الثاني الالهي اللي الكتاب بيقول عليه، اللي هو موسى هنا بيتكلم لهم هتخرجوا من ارض العبوديه، ويبتدي يستوعب ويبتدي يثبت ذهنه. هتقولي مش قادر، هقول لك لا، الامر مرتبط بتركيزك وتأملك. اي حاجه مش قادر عليها اتأمل فيها بكفايه، وحط تأملك فيها بكل قلبك. مساله وقت بتعلي الكاس، بتملى الكاس الى ان يصل مرحله ان الصوت روحك بقوي ونهائي. النقطه اللي بعد كده، عدم اعتبار صوت روحك الانسانيه. روحك الانسانيه بتقولك دلوقتي اطلع من وسط الناس اللي انت قاعد معاهم دول، او وقف فرجة على الحاجة اللي عم تتفرج عليها، مسحوب على اليوتيوب، مسحوب على كذا، ايا كان. فروح خذ بالك، وقف. لو انت مش بتتبع الصوت الداخلي ده، ايمانك بيضعف، ايمانك بيقف. ليه؟ الايمان مرتبط، ليس ان الناس فاكرة الايمان انك بتسيب الموضوع في كرة فرقة بالرب ورب بيصنع المعجزة، ودي الموضة اللي شوية الناس حطت ايمانها. بعض الناس لقت نتائج، الرب بينزل مستوى الناس، لكن في ناس تانية مش لاقي نتائج، ولازم تلاقي اجابات على اسئلتك. ايه المشكله وجت منين وليه؟ في الغالب بتبقى حاجات زي الزوايا دي. في النقطه دي، ضميرك هو معرفتك، هو طريقه تفكيرك، هو وجهه نظرك. ضميرك هو كلمه ضمير سون ايدو في اليوناني، معناها السلوك بالمعرفه، ايدو اي الوعي والادراك، سون يعني مع او بي. معنى كده ان الشخص اول ما يبتدي يرى المعرفه بهذه الصوره يتحول الشيء الى ما يراه. تيتوس 1 بيقول الكلام ده، كل شيء طاهر للطاهرين. افتحها معايا، كل شيء طاهر، تيتوس 1:15، كل شيء طاهر للطاهرين، اما النجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم. لأن كلمة أيضا المفروض تيجي لأن ضميرهم جعل أذهانهم بهذه الصورة. معنى كده إن الضمير هو إيه؟ الضمير هو صوت روح الإنسان. لو الشخص قاعد يكتم الصوت ده، ارجع ادرس تعليم الضمير عشان الوقت. لو الشخص قاعد يكتم الصوت ده ويقول لأ لأ، روح قدس بيقول لك اتحرك في الأمر ده، اسلك بالصورة دي، اعمل الحاجة دي، وحالة كتم للصوت دوا، حالة تأجيل دوا، بيؤدي إلى أن الإيمان بيضرب على طول. افتح معايا تمثاوس الأولى 1. وعدد 18، هذه الوصية أيها الإبن تمثاوس، أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب بها، مفروض بها المحاربة الحسنة بهذه النبوات يعني، ولك إيمان وضمير صالح.
أو مفهوش خدش أو غير به تكدير، ضميرك ماشي طول الوقت كما أنت في روحك، روحك تتكلم بتعمل. الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. بدأ يقول له أسماء، الذين منهم هيمنايس وألكسندر الذين أسلمتهما للشيطان كي يؤدب حتى لا يجدف فيهلكوا، يرتدوا يهلكوا. هو قلق على أنهم يوصلوا لمرحلة، ده اللي بيحصل مع أشخاص أنهم بيصلوا مراحل بشعة تحت أرواح شريرة، مش كده؟ هو حب يكونوا بيحجم دول، باعوا ضميرهم. بتبقى الآية واضحة جدا، الشخص يقول لك لا الآية مش بيقول كده، ضميره بيتكسر، يجي يمارس إيمانه في حاجة مش بيلاقي عنده قوة يحط إيمان، انكسرت بيه السفينة. انكسرت بيه السفينة والشخص بيغرق في وسط البحر، يعني هو قعد يبحر، ده مش على المرسى، المرسى يعرف يعوم ويوصل أو ناس تنقذه، لا ده شخص قعد يبحر في حياته ويحط إيمانه بزوايا إلى انكسرت به السفينة، لا يوجد مفر، لا يوجد ملجأ، لا يوجد حل، تلاقي حياته بدأت مكانة فوق تنزل تحت خالص. أنا مش بتكلم عن واحد جنب المرسى وينفع ينقص، لا، بتكلم عن رحلة الحياة بتاعته. لأن بولس بتكلم عن رحلة الحياة أكتر، مش كده؟ لما بيتكلم عن أن كلمة الله تقدر تخلي الشخص يكون مستعد لكل عمل صالح، كلمة الله تقدر تشتغل عليه، ده لغة بولس. بيتكلم عن السفينة بتوصل لآخر الخط صح، بيستخدم لغة السفينة كتير مع تيموثاوس، وكأن الحياة عبارة عن رحلة. عشان كده الناس اللي هي بتبتدي تدوس على الضمير مع أن الحقائق واضحة، بتقول لا الحقائق دي مش كافية، أنا مش مقتنع، حالة من التصلب، أن شخص يبتدي روح قدس يكلمه في روحه. الله مش بيكلمنا من خلال أصوات مسموعة، لكن بيكلمنا من خلال أفكار داخلية، ولازم نتشيك ونشوفها إذا كانت كتابية ولا لا، لأن ممكن إبليس يتكلم. ده بيبقى صوت ضميرك، ده صوت روحك. لو حصل أي شيء لم تتبعه في روحك، ده بيخفض من قوة إيمانك. إزاي ده يحصل؟ أنك تبتدي تمشي بالكلمة عن عمد، وده مش وقت أتكلم فيه دلوقتي، لكن دي الحاجات اللي بتلاقي شخص بيدوس على نفسه. مش مشكلة هقول الجملة دي، أنا هقول النكتة دي دلوقتي، مع أن صوتك، صوت روحك بيقولك بلاش تقول الجملة دي دلوقتي، أنا هقول التفصيلة الزيادة دي عن فلان، أنا أتكلم عنه عشان أفضح أكتر. طالما القاعدة مفتوحة ما الناس عارفة كل حاجة، يبتدي شخص يضيف يضيف يضيف، بيدوس على ضميره، يبتدي إيمانه يقف، وقد ينكسر وهو ماشي بالسفينة. بعد ما كان ماشي حلو، أبحر فترة في حياته، سبب إبحاره هو الإيمان، لكن الضرب الضمير هو السفينة. عشان كده الإيمان هو عامل زي السفينة، هو حالة الشخص هو ماشي، السفينة دي الطاقة بتاعت الشخص هو ماشي في البحر، الضمير هو الطاقة، هو الشخص اللي ماشي بيتحرك فيها. لازم تحافظ على ضميرك صح، وإلا أنت بتكسر السر اللي روح القدس عايزك تتحرك فيه، أنك تتبع صوت روحك. عشان كده تكون ذات ضمير حساس. النقطة اللي بعد كده هي السعي وراء أهداف ليست كتابية مع أنها تبدو كتابية. تيموثاوس الأولى 6، بولس بيتكلم في عدد 10، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. خلينا أقراها معاك من عدد 9. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية. كلمة يريدون بلوماي هي معناها شخص بيعمل مناقشة داخلية فيستريح إلى. في كلمة تاني في اليوناني معناها يريد وينفذ. هنا بتكلم عن الشخص بيقعد يعمل عملية فكرية، إذا هنا الشخص قد يكون نفذ أو لم ينفذ. أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية،
ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. خلي بالك، ضلوا عن الإيمان، ضلوا عن الإيمان. يعني معنى كده الشخص ممكن يكون ماشي في فترة بحياته بإيمان إلى أن ضل عن هذا الإيمان، بدأ يبتعد. في آخر عدد 21 نقرأها من عدد 19، مدخلين أنفسهم أساسا حسن المستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضة عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم، أو الناس تدعي إن هو تعليم كتابي، حطين له اسم، الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. لاحظ أنا ضلوا وزاغوا، سبق بكده شرحت الفرق، إن زاغوا تختلف عن ضلوا. ضلوا هو شخص بدأ يبتعد خالص، أما زاغوا فهو حوالين الحاجة عمال يلف بس مش قادر يوصل ليها، كأنك أنت في الأوضة بتدور على حاجة موجودة في الأوضة بس مش عارف توصل ليها. ضلوا بدأوا زي السفينة أو المركب اللي ما فيش حد فيها واتفلتت وسحبت، ضلت، فدي بدأت تبتعد عن المركز. لكن هنا زاغوا هو حوالين المركز بس مش عارف يوصل، دي نتيجة تعليم غير دقيق. هنا بيقول له معرضا عن الكلام او التعليم او العقيده الباطل الدنس وخلافات العلم الكاذب الاسم. يبقى اذا التعليم الغير كتابيه بتاثر على الشخص تخليه يبقى قريب من الحاجه بس مش عارف يحصل عليها. دقه التعليم مهمه جدا، دقه فهم الايات مهمه جدا، بتخلي الشخص يوصل لحته فيها ان يوصل للسنتر ويمسك الحاجه ويعرف يتعامل معاها ويعرف مشكلته جايه منين. قد يكون الشخص عنده تعليم دقيق بس عنده مشاكل اخرى زي اللي بنشرحها دلوقتي. عشان كده في النقطة دي الشخص بيسعى وراء أسباب أو أهداف أخرى قد تكون في الكلمة. في ناس ممكن يقولك أنا بدرس دلوقتي موضوع كذا في الكتاب المقدس والحاجة دي بس لقيت نفسي عايزها، بس قد يكون مش دوا البروتين بتاعك دلوقتي، قد يكون مش دوا الحاجة، فعمال دون أن تدري بتجوع نفسك في حاجة المفروض ما تكونش تدرسها دلوقتي. عشان كده الأمر محتاج إلى كوتشينج، حد بيدربك ويقول لك خلي بالك من ده وخلي بالك من ده. خلي بالك روح القدس عند مراحل معينه ان لقاك انت شايف نفسك ابو العريف وعارف بيتركك. ليه؟ لانه لازم تتضع، لانه يختلف علاقتك في الاول مع روح القدس عن ما بعد كده. روح القدس بيتعامل معك كعائل كناضج زي اي حد بيتعامل مع شخص شايف ان هو فاهم بيعمل ايه، بيسيبه لحد ما هو يدرك. ارجع لتعاملات الرب مع شعب اسرائيل في العهد القديم، بيصمت أوقات بيسكت أوقات علشان هو عارف أن الشريعة عندهم هم مش عايشينها. ولما كانوا بيروحوا للنبي بيقول لهم قل لهم الكلام اللي عايزين يسمعوه مش كلامي. ليه؟ لأن الشخص وصل لمرحلة فيها أنه بدأ يشوف نفسه حقيقي. أنا عارف، أنا فهمت الحاجات دي، أنا عارف الحاجات دي، أنا عارفها، دون أن يدري أن في وسط الحاجات دي هو مش عايش كل الحاجات دي. مش كده؟ في ناس بتزوغ في وسط ما هي حوالين جوه الكلمة طلب بس زايغ مش عارف يوصل ليها صح. ده محتاج إلى إشارة أو فهم روح القدس عشان الشخص يحط رجله صح. النقطة اللي بعد كده، تمارين سابقة هتساعدك أنك أنت تكون بتحط رجلك صح. أعداء الإيمان أن الشخص ما عندهوش تمارين سابقة، ما حطش رجله في تمارين سابقة فيها يجبح جماح الجسد. افتح معي كونس أولى 9، بولس بيتكلم عن الحتة دي. واحد 24، ألستم تعلمون الذين يركضون اللي بيجروا يعني في حلبة السباق جميعهم يركضون ولكن واحد يأخذ الجائزة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك بالنسبة للناس الرياضيين فلكي يأخذوا إكلينا يفنى، أما نحن فإكلينا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا، هل أنا بركض كده بصورة من غير وضوح؟ بولس هنا بستنكر، ناس تفتكر الجملة دي جملة خبرية، لا. هل أنا بجري من غير ما يكون لي هدف؟ لا 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 لا، ده أنا عندي هدف. هل أنا بضرب زي البوكس وكأني بضرب الهواء؟ لا لا، ده أنا عندي حاجة بخبط فيها مش بضرب في الهواء.
انا عارف الايه دي احنا ناس كتير بتستخدمها في الصلاه، احنا مش بنضارب الهواء، الايه دي مالهاش دعوه بالصلاه، الايه دي لها دعوه ببولس بيقول انا ماشي تحت تمارين واضحه. بيقول ايه؟ ايه التمارين الواضحه بتاعتي؟ ان انا اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كان ليا رصيد وكرست للاخرين. الناس يقول لك انا ده انا عندي اختبارات قويه، ما تقوليش ما عنديش ايمان. لا لا لا، بولس بيقول حتى بعد ما كرست للاخرين مش عايز اوصل انا ان انا مرفوض من اللعب، يبصوا عليه يقولوا لا 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 انت محتاج تخس، انت محتاج تتمرن. لا لا لا، قال انا هحافظ على اللياقه بتاعتي. بيستخدم لفظ اللياقه هنا، بيستخدم لفظ الرياضه، حاجات رياضيه. فبيقول انا بقمع جسدي، اي بافت، انا بتعامل مع جسدي بصوره فيها شديه. هنا اقف عند الحته دي كويس، افهمها كويس جدا، ان في ناس اللي بتسمح بيه يستدر عاطفتك، اللي بتسمح بيه حتى لو امور بريئه، حتى لو ابنك وبنتك انت عمال تسمح ان ده بيستدر عاطفك بصوره بشريه، ده بيعيق ايمانك بعدين. ليه؟ جسدك بدا ينطلق. الكتاب بيقول يضبط نفسه في كل شيء. اذا كان شخص مسرف ماديا يقول لك عادي حاجات بسيطه دي هنعوزها، دي هنجيبها عشان هنعوزها، في الاخر خلاص بيسرف في شيء، بيستدر نفسه في شيء، بيسحب في حاجه. قد تكون حيوانات اليفه، شخص بيبتدي يعشقها بصوره زياده، قد يكون احباء معينين فيبتدي يغرم بيهم، قد يكون حاجات في العالم زي لعب، زي شعر، زي حاجات الشخص بيسحب. في فرق انك انت بتكون فاهم دي علشان ده شغلك، فرق انك بديت تبقى بتتعامل على الامر ده بادمان وبصوره فيها عشق. فالكتاب بيقول، بولس بيقول انا لو سبت جسدي مش هصير لائق للعب، مش هصير لائق للعب، هصير مرفوض. لما اجي ادخل يقولوا لي لا 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 ما ينفعش، انت محتاج تمارين النهارده، مش هينفع تدخل في اللعبه. يجي يوم المشكله هو مش لائق للعب، لسه محتاج تمارين. وخلي بالك ده كان عنده رصيد كبير. قال بعد ما كرست الاخرين، مش عشان انا كرست يبقى خلاص انا عندي رصيد، ده انا بولس الرسول. لا لا لا، بقى احافظ على قمع جسدي. والجسد هنا مش معناه ان هو مشكله، بل هنا بيوضح انه الشخص بيتحكم في رغباته، يتحكم في افكاره، يتحكم في القعده بتاعته، في الضحك بتاعه، في النكت بتاعته، يتحكم في افكاره، في ظنونه ناحيه الناس. النقطه اللي بعد كده، ان الشخص لو مش متدرب في زاويه الصبر وطول الانات، ودي اتكلمت فيها الفرق ما بين الصبر وطول الانات. الصبر هو ان الشخص بيقف على ارضه بثبات، طول الانات هو انه ما يغضبش لو الموضوع لسه ما فيش نتائج فيه فوريه. لو شخص مش متمرن في الحته دي، العدو اللي بيقف له هو ان هو ما سمحش انه يحصل شغل من الروح القدس عليه. افتح معايا يعقوب واحد. في ناس بتتعامل مع مشاكل الحياه، هف انا تعبت كفايه. الكتاب يعلمنا حته مهمه جدا. من عدد 2، احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. واما الصبر فليكن له عمل تام. يعني في ناس مش بتسمح ان الصبر يشتغل في حياتها، فمش بيكمل شغله. هنا مش بيتكلم عن اني حصلت مشكله من اللي هي تصنف في كتاب المقدس لعنات، لا، انا بتكلم عن اضطهادات. بعد كده هيغير في الموضوع ويدخل على حته 13 حاجه مختلفه. بيقول احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب، اي اضطهادات متنوعه، لان في ناس كانت بتواجه حاجات كثيره مختلفه الشكل، مش كله كان بيتسجن، لكن في ناس كانت بتطرد، دي كلمه متنوعه. عالمين انا امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، لكن في ناس مش بتخلي الصبر ده هو يجيب اخره. واما الصبر فليكن له عمل تام، خليه يشتغل. ارجع ادرس سلسله الصبر لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. في ناس مش بتسمح ان الصبر يشتغل في حياتها. الصبر هو ايه؟ انك تتعلم تكون ماشي على نظام الهي سليم في ممارسه ايمانك، ومش بتقعد تحبط كل شويه. في ناس كثيره الاسئله، بعد ما اجيب على الاسئله بيرجع يسال نفس الاسئله تاني، فده اسمه شك.
انا مش عارف، انا مش فاهم في ايه، او حياه من حاله التذمر الشكوى طول الوقت، انا مش فاهم. ابسط جمله تخرج ان الشخص انا مش مقتنع، معنى كتاب واضح. الشخص اللي بيعمل كده بيطيح بايمانه، بيقلل بايمانه. مش كده بيقول انما ان كان احد تعوزه حكمه فليطلب من الله. النقطه اللي بعد كده في نقاط اعداء الايمان في نفس الايه دي نكملها، الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة، لان المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. الشخص المتردد فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه. يعني لو الشخص طول الوقت متردد 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 هتلاقيه ده بيسمع في كل زوايا حياته. بعض الناس يقول لك لا انا مش متردد، انا في الصلاه كنت محدد، وهو ممكن يكون متردد في حياته الارضيه العاديه في اختياراته، يبقى مش عارف. عشان كده ان كنت متردد في حاجات معينه كل شويه تقول لا انا مش عارف انا محتار، مع انها مش امور في الكلمه، انت عند الكلمه انت صلب، بس تيجي عند امور تانية انت متردد فيها، انت متشكك فيها، يا ترى انا خدت القرار ده صح ولا لا، تحت مسمى انك بتفحص الامر، ده بيخلي ايمانك يتاذي. طيب هل مطلوب ان انا ما اكونش بفحص نفسي؟ لا، بتفحص نفسك بس ليس عبر الاسئله التشكيكيه، لكن تستلم الفكره وتقول له روح الله بشكرك، انت بتساعدني اعرف الامر ده هو ماشي ازاي. لكن انك تترك سؤال ابليس هيكمل الاجابه، زي ما يقول لك فلان مش عارف في ايه، انا ايديا وجعاني، ابليس هيكملك يقول لك في ايه، هيحط لك حاجه، انت عاطيله شيك على بياض. حياه رد فعل طول الوقت، الشخص يقول لك مش عارف انا مالي حصل ايه، يا ترى انا خدت القرار، يا الحاجه دي وقعت، يا الحاجه دي اتكسرت، يا الاكل في الفرن اتحرق، يا يا كل شويه. حياه الندم، حزن، اسى، ده بيضعف الايمان، بيخلي الشخص يوصل في حته فيها خلي بالك في كل طرقه. معنى كده هيلاقيه في الصلاه متردد، تقول لا 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 الا كلمه الله، لا الكتاب بيقول كل حاجه بتسمع في بعض، حياتك الارضيه العاديه وليست فقط كلمه الله. عشان كده الكتاب بيقول رجل ذو رايين متقلقل في جميع طرقه، مش فقط في الصلاه، مش فقط في علاقته مع الرب. دي النقطه اللي كانت بعد كده. نثق انك تباركت بسماعك للكلمه. للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياه على الانترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك ايضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياه على جهاز التاب الخاص بك او تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.